طيب، في ظل هذه الأجواء الطيبة اللي بدأت نسائمها تبان شوية بين الأهلي واتحاد الكورة وبين أعضاء الأسرة الرياضية عامة، كان التطور الخاص بمباراة السوبر المصري اللي السعودي. مدوخه الناس كلها. السوبر المصري السعودي بعثة الزمالك احنا كان سافر. حياتنا عملنا مسابقة، كيف ترى مباراة السوبر، كيف تنتهي مباراة السوبر السوبر، المصري السعودي، واللي يكسبها كان ياخد عضوية يا سيدي شرفية. كان الأهلي اعترض على ميعاد السوبر اللي اتحط 6 أكتوبر علشان ضيق الجدول اللي انتوا شايفينه، انتوا شايفين حجم الإصابات وشايفين ارتباطات الأهلي الرسمية، هيلعب يوم الأحد مع الاتحاد، وهيلعب كان لسه لاعب من يومين مباراة وفاق سطيف، عنده إصابات خرجت من هذه المباراة، ثم هيحاول يجهز الناس عشان يلعب ما تبقى من الدوري قبل ما يسافر للجزائر يوم 23. يعني هذا الضغط في هذا الجدول للأهلي كان بيتخلى عن التزاماته أو عن توجهاته العربية اللي أعتقد ما حدش يملك مع الأهلي أي مزايدة فيها. أصل بص يا أستاذ إبراهيم، عدم مناقشة هذا الأمر بشكل موضوعي مع الأهلي هو اللي أدى إلى كده. ما حدش توقف أمام ذريعة الأهلي بإن أنا مضغوط وإن أنا عندي وعندي وعندي، ما حدش قال له آه والله طب تبقى كذا، ما حدش حاول يحل، إنما كلها طالت الاتهامات على طول. فكان موقف الأهلي اعتراضا أو طالب من المهندس هاني أبو ريدة، اتفضل حل لي هذا الاشتباك بين كل الارتباطات اللي موجودة في هذه المرحلة عشان أقدر ألعب. لكن لا الأهلي اعترض أنه يروح السعودية، وبيانه كان واضح تمام الوضوح، وحرصه على هذا التوثيق والحفاظ على العلاقات المصرية والسعودية مع تحفظي على رهن علاقات بين دولتين بينهم تحالف استراتيجي وتاريخي كبير جدا بمرات كورة، دي مزايدة صغيرة قوي. لكن فليكن، سافر الزمالك بطل كاس مصر عشان يلاعب الهلال بطل الدوري السعودي، منطقي جدا، واتقال انه خلاص الزمالك يلعب الماتشين، هيلعب الماتش ده مع الهلال على كاس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيلعب مع اتحاد جدة بعد كده في القاهرة على كاس خادم الحرمين. النهارده اتحاد الكرة حب يوضح الموقف، لانه اتحاد الكرة هو صاحب اختيار مين اللي يمثله، وده اللي اعترض عليه النادي الاسماعيلي، وده اللي اعترض عليه النادي المصري. ان لم يكن الاهلي يمثل مصر على لقب بطل الدوري، يبقى الاسماعيلي ثم المصري حسب ترتيب الفرق الموسم الماضي. استاذ ابراهيم انت كده حطيت معيار خلاص، بالظبط، قلت بطل الدوري مع بطل الكاس وبطل الكاس مع بطل الدوري، ده الجديد اللي اتحاد الكرة عمله، ده المعيار السليم، ده اللي اتحاد الكرة عمله دلوقتي. قال اتحاد الكرة النهارده في بيان له، اصدر الاتحاد برئاسة هاني ابو ريده بيانا رسميا بشان مباراة السوبر المصري السعودي، بيان قاطع في هذا الشان. قال في اطار العلاقات الاخويه بين الاتحادين المصري والسعودي لكره القدم، وافق الاتحاد المصري على اعتبار مباراه الزمالك المصري والهلال السعودي المقرر لها السبت في الرياض 6 اكتوبر على كاس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي مباراه للسوبر المصري السعودي بين بطلي كاس مصر والدوري السعودي. اذا عملنا المقص، بطل الدوري السعودي في معيار خلاص، بطل الدوري السعودي يلعب في ملعبه مع بطل الكأس المصري اللي هو الزمالك، فالهلال والزمالك دوري وكأس سعودية ومصر، في السعودية على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبقى بطل الدوري المصري مع بطل الكأس السعودي في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين. يوم ايه بقى؟ مين لم يحدد الميعاد بعد، لكن مين اللي هيمثل مصر في مباراه بطل الدوري؟ بطل الدوري او من يليه حسب ترتيب اتحاد الكوره. لو مش الاهلي يبقى حسب ترتيب اتحاد الكوره في الموسم الماضي الاسماعيلي ثم المصري ثم الزمالك. ده الترتيب الطبيعي لبطوله الدوري. اذا الزمالك هيلعب مباراه واحده مع الهلال بطل الكاس مع بطل الدوري السعودي، ثم تنتظر المباراة الثانية تحديد الاتفاق بين الاتحادين على الموعد. لكن الاتحاد المصري بيتمسك بحقه الطبيعي في انه هو الجهة الوحيدة. دي النقطة يا استاذ ابراهيم، دي رؤية الاتحاد المصري، هل تم التوافق عليها ولا لا؟ دي النقطة. الاتحاد المصري بيؤكد حرصه الدائم والبالغ على استمرار التعاون بينه وبين كافة الاتحادات العربية
من أجل مزيد من التقارب بين الأشقاء، وأيضا حفاظا على حقوق الأندية التي تمثل الكرة المصرية في مثل هذه البطولات، ومن واقع الحرص المتبادل على العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي على مختلف المستويات، والتي أرسى قواعدها المتينة قيادة البلدين ويسير على نهجها اتحاد كرة القدم وجميع الأندية في مصر والسعودية. وهنا الكلمة للاتحاد السعودي الشقيق. الاتحاد السعودي وحده هو من يختار مين يمثله، مين بطل الدوري، مين بطل الكاس. الاتحاد المصري ملوش الحق يقول بلاش الهلال حط الوفاق او حط الاتفاق، بلاش الاهلي حط الشباب، بلاش الاتحاد جده حط النصر. ده مش شأن الاتحاد المصري ابدا. انت عندك ترتيب لمسابقاتك، هو الحقيقه يا استاذ ابراهيم. فبالتالي الاتحاد السعودي مش من حقه يختار للاتحاد المصري مين اللي يمثل الاتحاد المصري في اجندته. الاثنين حريصين على الدعم، دعم العلاقات، الاثنين حريصين على ارساء مزيد من التعاون بينهم، يبقى كل طرف حقه الطبيعي والبديهي جدا ان يحدد اطرافه اللي بتمثله في المباراتين. برضو كلامك طبعا صح جدا جدا، وهو كده كل اتحاد هو المسؤول عن من يمثله، لكن ايضا كل اتحاد مش قرقوش، يعني ما يختارش بشكل عشوائي، في حاجه بتحكمه. يعني هو لما بقول بطل الكاس يلعب مع بطل الدوري، بطل الدوري يلعب مع بطل الكاس، هناك قاعده، اللي يعتذر تاخد اللي يليه، اذا هناك قاعده مش رؤيه. ده مش ماتش، او نقول ده ماتش ودي، يعني خلاص ماتش ودي يبقى بين طرفين. هو في كل الاحوال ودي يعني. ما هو ودي بس واخد لقب السوبر، ده هيبقى لقب هتقعد تتكلم فيه تاريخيا، فاز بالسوبر كذا وفاز بالسوبر كذا، فانت طالما انك سميته سوبر يبقى لازم له معيار. انت ماتش ودي اعمل اللي انت عايزه. الاتحاد المصري احترم حقه الطبيعي في الاختيار، وعلى الاتحاد السعودي ايضا ان يحافظ الاتحاد المصري على اختياره الحر الطبيعي.